هاي المنطقة. إن شاء الله بنروح أنا وياكي كمان مرة منزورها. مشاهدينا فقرتنا القادمة رح أخلي روان تحدثكم عنها، لكن دائما نلاحظ إنه الأطفال دائما في عندهم لهفة في سنوات نموهم حتى يتزودوا بالمعرفة عن العالم، عن آلياته، عن عجائبه وعاداته وقوانينه، وهم بيخزنوا المعلومات بطريقة عجيبة إحنا حتى ما بنقدر نتوقع كيف بيقدروا يخزنوها، وزائك إنه هاي المعلومات بتساعد في نموهم. صحيح أصيل، مع إنه في عنا تلفزيونات وستلايتات متأثرين فيهم، بس في إشي جديد بالأردن صار اللي هو الإنترنت. هلأ رح أعرفكم على أصحابي هون. إذا فقرتنا القادمة الإنترنت، روان رح أتركك تعرفيهم للمشاهدين على ضيوفك. عنا هون عبد الله مرعي، هو رح يشتغل على الكمبيوتر ويعرفنا على شغلات حلوة بالإنترنت. أيوة. وعنا هون عبد الله من عجلون. وفرح من لبنان. بس يمكن روان بالبدايه مش الكل بيعرف عن الانترنت، عشان هيك انا استضفت عنا صديق لنا جديد وراح اخليه يحكي بطريقه بسيطه وسريعه عن الانترنت. طب تعرفين عليه وتفضلوا. صديقنا هنا عامر ناصر الدين، ممكن تعرفنا بطريقه بسيطه وسريعه عن الانترنت؟ صباح الخير يا روان، انت عمرك اشتغلتي على الانترنت قبل هيك؟ احيانا. طيب هلا خلينا نعطي فكره بسيطه سريعه عن الانترنت وشو فوائدها. طبعا الانترنت تاسست باخر الستين عشان الكولد وور، بعدين تقدمت وصرنا نستعملها في العصر الحالي للبزنس. طبعا الهدف منها انه تقدري انت تاخذي محيط من المعلومات لاي مكان بدك اياه بالعالم، وتقدري تتراسلي مع اصدقائك عن طريق مش بس الفاكس، في شيء اسمه ايميل او البريد الالكتروني، وتتراسلي انت والناس معه. طبعا انت في عندك اصحاب بطريقه اسهل، عندك اصحاب انت برا الاردن؟ انا مره جربت على الانترنت صادقه واحده بامريكا. ممتاز. في طبعا ان الانترنت احنا هي بس وسيله للتراسل المعطيات، وبنفس الوقت انت بتقدري تفتشي على شغلات للمدرسه بتفيدك، ابحاث بدك تدخلي على مدارس على جامعات، اكثر من شغله جوا الاردن وخارج الاردن. طبعا احنا معنا عبد الله هون صار له تقريبا سنه بيشتغل على الانترنت، وبده يفرجينا شو الشغلات اللي بتفيدنا وشو فوائدها. طبعا لمعه سريعه، ايش بتحتاج عشان تشبك على الانترنت؟ بدك انت يكون عندك جهاز كمبيوتر يا روان، ومودم، وخط تليفون، وطبعا بدك تشتركي مع احدى الشركات موجوده هون عشان تقدر تدخل على الانترنت. اوكي استاذنونا هلا بدي اروح اشوف اصدقائي هون اللي بدهم يفوتونا على شيء حلو بالانترنت. كيف تعلمت الانترنت؟ اعطيني ميكروفون حتى معه ميكروفون تاسف. لحالي كنت اشتغل، بعدين كنت اسال ابوي اسئله كيف ادخل. بايش المواضيع بتحب تطلعها من الانترنت؟ مثل ديزني هدول. طبعا تقدر تطلع لنا الساعة عن من الانترنت موضوع من المواضيع؟ لحظة بس دقيقة، الميكروفون مش مسموع الا مع عبد الله. عبد الله انت تحكي تمسك الميكروفون والكل لما يسأل. عبد الله ايش بتكون؟ طب قبل ما ندخل على الزو ونشوف الحديقة الحيوانات، في حابين تسألوا اسئلة ثانية؟ يمكن فرح من لبنان. فرح شو بتحبي تاخذي الميكروفون وتسأليه؟ انت في عندك اصحاب تعرفت عليهم من طريق الانترنت؟ تعطي الميكروفون حتى يسمع حتى يحكي. تعرفت كثير. طب تقريبا عبد الله شو الحكي اللي بيدور بينك وبين اصحابك على الانترنت؟ يعني اكثر شيء شو بتحكوا؟ اكثر شيء عن البرامج وعلى الكمبيوتر. روان تحب تسالي كمان سؤال؟ انت معك ميكروفون روان. بتستفيد من الانترنت شغلات للمدرسه وهيك شغلات؟ بطلع اشياء عن عشان بدي معلومات عن شيء. الميكروفون عبد الله. اوكي بس لغتك الانجليزيه اكيد تحسنت صح؟ بيساعد. طب حتى لو انت الاملاء يمكن تكون مش منيحه، كيف بتتعلم؟ انا بتعلم من لما يكتبوا لي بتعلم. يعني اذا طلع عندك خطا بيصلح لك الكمبيوتر والانت الشاشه. طب شو حابين تشوفوا مع بعض؟ ايش اتفقتوا؟ نسمع من اوكي اذا بدهم يشوفوا حديقه الحيوانات، كيف بدك تطلعها عبد الله؟ أم هلا بشغلها. لحظة شوي عبد الله تشرح لي قبل ما انتقل انا لعند، بس بدي احط الميكروفون عشان او من هون عشان تشوفوه كلكم. تحكي لي ايش بدك تعمل؟ أم هلا بحط السايت اللي بدي اشوفه. نعم. طب لحظة تشرح لي الطريقة كلها عشان اتركك انت وارجع لضيفنا عامر، فتحكي لي بسرعة كيف بدك؟ بنحط اسم اللي بدنا اياه. نعم. وفي ميكرو سنتر بيجينا المعلومات اللي بدنا اياها. هاي هي، وبتطلع مثلا اي شيء عن حديقه الحيوانات بكل دول العالم.
تقريبا. طيب اليوم رح أتركك إذن أنت والأصدقاء تشوفوا مع بعض، وإحنا أيضا رح نتابعكم، ورح أرجع أنا وهي الميكروفون معكم، رح أرجع لعند عامر ناصر الدين ضيفنا. عامر أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أخت أسيل. عامر طبعا أنت بما أنك على معرفة بالإنترنت وإن كان على إطلاع، شو أكثر إشي بتلاحظ أنه الأطفال بيهتموا؟ أكثر الأطفال كانوا مهتمين أول إشي بالتشاتينج، أو كان في عندهم كيوريوسيتي، محادثة عن طريق الإنترنت أو اللوكال إنترنت المحلية، بيدخلوا بتحدثوا مع أطفال تانية. نعم. وبنفس الوقت بيقدروا، يعني سابقا كانت الكمبيوتر بالنسبة لهم بس للتسلية، هلأ حديثا صارت تسلية مع معلومات. يعني في عندهم صار إشباع، بيقدروا يدخلوا يجيبوا أبحاث من المكاتب، مكتبة الكونغرس، بيقدروا يدخلوا على الجامعات، بيقدروا يدخلوا يسمعوا موسيقى إذا بدهم موسيقى، أو بيقدروا يعملوا مختلف الأغراض اللي بيستعملوها. بتحبوا تسألوا ديما أو هي أصيلة؟ بدي أسألك، واجه عبد الله صعوبة لما اشتغل على الإنترنت أول مرة؟ أكيد أول ما تبدأ يعني بدك تكون هي تجربة، يعني أنت ممكن إذا يبدوا يدرسوا كلا بدوا يدرسوا في المدارس الإنترنت والكمبيوتر، طبعا بتصير هي موضوع تجربة، أنت بدك يكون عندك اطلاع، وممكن يساعدك أهلك أو أصحابك، بس هي عموما كتير سهلة وكتير مفيدة للطلاب ولا غير الطلاب. بس أسألك، أنت ساعدت كتير عبد الله على الشيء لهالدرجة إنه يصير يعرف الإنترنت منيح؟ عبد الله كان يسأل سؤال سؤالين باليوم، بعدين صار لحاله. هلا أنا ممكن أجي أستشير عبد الله، أسأله يا عبد الله كيف بقدر أدخل على هذه السايت، كثير مفيد يعني. ديما أنا بدي أسأل سؤال، إنه هل يعني في مواضيع محددة يعني إنه بقدر أطلعها، أو مثلاً بقدر مثلاً أطلع أشياء صوتية، مثلاً يسمعنا موسيقى عربية مثلاً؟ أكيد الإنترنت يعني مجالك أنت واسع، بتقدر تدخلي، من الهدف منها بالمستقبل إنه توفر على حالك معلومات. أنت بدك تعملي جواز سفر مثلا في الأردن، دائما تروحي على دائرة الجوازات، بتدخلي على الإنترنت، بتشوفي شو مطلوب منك، وبتقدر تعملي طباعة عنها وتروحي. وأوريدي عاملينهم لدائرة المخابرات، لجلالة سمو الملك نور. في عندك أكثر من فائدة إلها. يعني برأيك كيف تأثيره على الأطفال بيكون؟ حاليا أنا ملاقي الإيجابية أكثر من السلبية، يعني في بعض الأهل ممكن يقولوا إنه عم بلحي لهم وقتهم عن الدراسة، بس طبعا هذا الحكي مش بس عن الدراسة، بيقدر يساعدك أنت بالدراسة، وبتقوي زي ما حكت الأخت روان لغتك الإنجليزية، وبتتعرف على ناس، وبتتحدث بحرية رأي، يعني أنت وراء هاي الشاشة بتكون سيد نفسك، ما حدش عارفك، ويعني بالتالي تحكي زي بحريتك. بحريتك. نعم. فكرك عامر عبد الله توصل الآن، وصل لمعلومات؟ أكيد وصل. في عندك عبد الله أكيد عم بيستعمل عن طريق الميكروفون لعبد الله، ونشوف إذا عبد الله عرف وصل إشي. عبد الله يلا هلأ لسه بياخد وقت كتير طويل عامر؟ هي حاليا ما بتاخد وقت كتير، بس عشان عم تدخل عن طريق خط التليفون، فقبل ما تعمل انت تنزل المعلومات بتاخد وقت، بس هو عبد الله بيستعمل شيء اسمه سيرش انجن، بيقدر يدخل عن طريقه على الموقع اللي بده اياه. هو طبعا حط هلا بشيء اسمه ياهو، دخل على كتب زو، طلع عنده سان دييغو زو، ودخل على زو. هلا بتطلع عنده عبد الله، اكيد توصل للاجابه هون. هاي مش شايفين على الشاشه، في شيء على الشاشه. ايش توصلت عبد الله؟ تعطوا الميكروفون لعبد الله. لا تفضل احكي لنا عبد الله، ايش هلا صار عندك؟ اها شايفه صوره، انا بس مش شايفه كثير بعيد. وصل عند ايش عبد الله؟ تشرح لي وين وصل هلا؟ عند مسار عند سان دييغو زو، وكتب زو، طلعت عنده الصفحه. لو بيقدر يفرجينا لقدام شو عبد الله. بتحب تروح عامر لهناك؟ أوكي. معي الميكروفون ديما. اوكي تفضل، نروح مع بعض عند عبد الله. طبعا الخطوات اللي اتبعها عبد الله اول ما دخلنا، بدخل على البراوزر اللي هو في عندك انترنت اكسبلورر او نتسكيب، بحط www.yahoo.com اللي هو عنوان السيرش انجن. طبعا هلا احنا اللي بدنا اياه عبد الله، بدك تكتب، انت بدك تفتش على زو، فانت بتكتب بس كلمه زو. بس مو بس اشوف معلش لحظه. ايوه بتحط انت كلمه زو وبتحط سيرش. صار في عندنا سيرش، صار في عندنا عم ببحث، عم ببحث، طلع لنا اكثر من اختيار للزو. في عندك هاي اجت معلومات 498 اختيار. طبعا هو بده يختار سان دييغو زو، وبيطلع عنده اكثر برضه، بعطوه اختيارات لمره ثانيه. نعم. ودخلنا هلا على سان دييغو. هاي معلومات، شو المعلومات اللي معلومات كامله عن الزوكي. بتقدر تدخل على الانفورميشن سنتر تبعهم، بتقدر تاخذ تور كامل جوا السايت،
بيعتمد شو طبيعة الشغلات اللي انت حابب تدخل عليها. اها معناته شكرا كثير، بشكر عبد الله. فرح بتحب تحكي شيء بالنهاية؟ تريد بس نجي هون قدام الشاشة فرح. اها شو رأيك فرح؟ معلومات حلوة بنقدر نطلعها من الانترنت؟ كثير مفيد الانترنت لخاصة للأعمال اللي مثل حتى نقدر نطلع الأشياء المعلومات اللي بدنا إياهم. نعم، طب إذا بالنهاية بشكر الجميع، بشكر عبد الله وفرح من لبنان وعبد الله القضاء وأيضا عامر، وبشكر روان، وفقرتكم كانت كثير حلوة، شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم. شكرا لك أخت أسيل. أهلا وسهلا.